فادي، يعني إطلالة خاصة لك، اسم الله عليك، يعني بعدك عم تأكد حضورك مرة جديدة رغم إنه الأجواء غريبة شوي عليك مع المنتخب الإماراتي. اليوم الهدف من هالمشاركة وين بتشوفه أنت بالنسبة لفادي الخطيب على الصعيد الشخصي؟ ليك خليني بس أقول لك، بعيدا من الفرق اللبنانية طبعاً، لأقول لك شغلة، لأنه امبارح بعد تصريحي أنا في أشخاص ما حبوا التصريح اللي عم بقوله. أنا بحكي لمصلحة اللعبة، هن صار لهم 4 سنين أو 5 سنين، أنا صار لي 25 سنة. نحن اللي عملناه لكرة السلة اللبنانية الحمد لله بنفتخر فيه، فما حدا يزيد علينا، ونحن مقهورين لأنه كرة السلة اللبنانية عم بتكون بعيدة عن كل الأجواء المنافسة بلبنان. الفرق صار 100 يوم ما في إلى أي مباراة حبوا يجوا يشاركوا بهاي البطولة، حبيت شارك بهاي البطولة لنضلنا فعالين وعم نفرجي شو لبنان او شو تمثيل لبنان بيكون. ف يعني ما حدا يزيد علينا بهذه القصه، لانه يعني بتعتبر الأندية واللاعبين هن الضحيه هون؟ اللاعبين هن الضحيه الاولى، لانه بالنهايه بكل صراحه انا اعلنت توقيفي اعتزالي وما بقى رح العب كره السله، فرح نعمل اكيد في رح يكون مباراه اعتزال لإلي فيها. لا عودة عن القرار؟ لا لا، يعني خلص بالنهاية وصلونا لهيدا الأمر، خليهم هني يتحملوا مسؤولية هيدا الأمر. بس